إليك أرحب بضيفي بدكتور فخر الدين عوض، مؤسس حركة السودان الأخضر. سيد فخر الدين، تحية لك. أهلا وسهلا. مرحبا بك دكتور فخر الدين. اليوم الوضع في الميدان هل له انعكاسات كبيرة على ما جرى في مجلس الأمن واستخدام روسيا لهذا الفيتو لمشروع القرار البريطاني؟ والعملية مش انعكاس اللي حاصل في الميدان بقدر ما هو صراع موارد. يعني ما يجري بين روسيا وبقية دول العالم وصراع الموارد، وصراع على موارد السودان، صراع على الذهب، صراع على الشواطئ، صراع على بيع الأسلحة. في مجلس الأمن لا ينظرون إلى مصلحة الشعب السوداني بقدر ما ينظرون إلى مصالحهم، بقدر ما ينظرون إلى مواردهم. روسيا تصدر سلاح للسودان، الصين تصدر سلاح للسودان وتأخذ منه الذهب، وتريد أن تأخذ جزء من سواحل البحر الأحمر. هي صراع. أما ما يجري داخل السودان في الميدان إن صح التعبير، ليس هناك طرفان للحرب. هذه الحرب يجب إعادة تعريفها. هي ليس حرب بين الجيش السوداني أو بين التنظيم معين أو بين الدعم السريع كما يسمونه، هي حرب ضد الشعب السوداني. هي حرب، التعريف الصحيح لهذا. مجلس الأمن نفسه كل قراراته وكل رؤيته تتبنى على خطأ، على تعريف خطأ للصراع. هذا ليس صراع بين طرفين، هذا صراع ضد هذا تهجير قسري للشعب السوداني. هذه مجازر ترتكب ضد الشعب السوداني في كثير من القرى التي تم الهجوم عليها من قبل الجنجويد أو الدعم السريع. لا يوجد حتى شرطي واحد، لا يوجد جيش. هذا الهجوم كان على المواطنين، كان لتهجيرهم قسريا من أراضيهم، وهذا عمل ممنهج وعمل مخطط له ومن وراء جهات داخلية. والدعم السريع عبارة عن يعني هو في النهاية شنو؟ يعني مخلق قط وينفذ. يعني حتى الميليشيا الدعم السريع تعتمد على السرقة والنهب من المواطن السوداني، تحجر من أراضيه، تنتهك أعراضه، تسفك دماءه، تنهب مدخراته. هذه الحرب إن أراد العالم أن ينظر لها بطريقتها الصحيحة عليه أن يعيد تعريفها بشكل جديد. هذا هجوم من ميليشيات إرهابية، من تنظيم إرهابي ضد الشعب السوداني. إن لم يضع هذا يضع هذا الأمر في صياغه صحيح، سوف يكون هناك تخبط، وكل يبحث عن مصالحه، والضحية هو الشعب السوداني الذي يدعي القرب ويدعي مجلس الأمن وتدعي روسيا وتدعي أمريكا. هم يحمون أنفسهم، هم يحمون مواردهم، هم يزورون مصلحتهم. نعم. إذا ترى روسيا اليوم برأيك دكتور فخر الدين بأن الجيش السوداني هو أولى لها من دعم أي ميليشيا على الأرض، وبالتالي كيف سنعكس ذلك برأيك على ربما مخططات روسيا في السودان، أو فيما يتعلق كذلك بموضوع القاعدة في البحر الأحمر التي كان الحديث عنها كثيرا طيلة الأشهر الماضية؟ هي حسابات بالنسبة لروسيا وبالنسبة للغرب، بالنسبة لبريطانيا، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هي حسابات لمصر، كلها بتدور في الآخر في محصلتها من الذي يحقق لهم مصلحتهم، من الأقدر على الذي يحقق لهم مصلحتهم. من الواضح بكل حيادية أنه منظومة الجنجويد أو الدعم السريع قد خسرت الشعب السوداني تماما، الجيش بدوره يعني ينال القدر كبير جدا من سخط الجيش الشعب السوداني، ولكن الشعب السوداني ينظر لأبنائه من ضباط وجنود داخل الجيش السوداني. لا يعول كثير على قيادة الجيش، ولكنه يعول على أبنائه من الضباط والجنود الذين يبذلون الوطن بالمهج والأرواح. العملية بالنسبة للضباط وجنود الجيش الآن ليس صراع على السلطة، وإنما حماية لأهلهم وحماية لبلدهم من غزو يعني مدعوم، من غزو مؤكد إنه هذا الغزو مدعوم الغزو، يعني تدفق الأسلحة يكاد يكون بشكل يومي. من أين هذه الأسلحة وكيف تأتي ومن يدفع ثمنها؟ غرائب رئيس الأمن قد يطبق بطريقة فيها نوع من الانحياز الكبير جدا لجهة دول الأخرى. عشان كده الحكومة السودانية أو سلطة الأمر الواقع في السودان متخوفة من هذا القرار،
وبدورها روسيا حساباتها من الذي يحقق مصالحها وليس حماية الشعب السوداني. يعني القرار عن حماية الشعب السوداني أو الحديث عن حماية الشعب السوداني واحد فقط للاستهلاك ولا معنى له، لا معنى له إطلاقا. ما يريد أن يحمل الشعب السوداني يبدأ بتصنيف الجنجبيل كتنظيم إرهابي، تنصيف الجنجبيل كتنظيم إرهابي، لأن سلاح الجنجبيل موجه بشكل أساسي للشعب السوداني وليس موجه ضد الجيش أو ضد الأخوان المسلمين أو ضد البرهان. السلاح موجه أساسا للإنسان المواطن المدني الأعزل. نعم. المواطن الأعزل هو الذي يدفع الثمن. فإن أراد القرض أن يحمي الجيش السوداني، إن أراد مجلس الأمن أن يحمي الجيش السوداني، عليه أن يبدأ بتكتيف يد الجنجبيل أو المنظومة التي تقتال الجيش السوداني، تقتال الشعب السوداني. هذه البداية. البداية الخطأ، والتعريف الخطأ للحرب اتبنت على هتتبنى على اشياء كلها خطا، وهيتبنى على قرار خطا مجلس الامن هيدفع ثمنه في المقام الاول الشعب السوداني. نعم، وصلت الفكره. اشكرك شكرا جزيلا دكتور فخر الدين عوض. شكرا جزيلا. مؤسس حركه السودان الاخضر، كنت معي في هذه الفقره من برنامج في المنتصف. الشكر موصول لك سيد ابراهيم عربي الكاتب الصحفي السوداني، كنت معي في هذه الحلقه من برنامج في المنتصف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في امان الله.